السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من جديد وياكم ماجلان البلدان، ماجلان في كل مكان وزمان، ماجلان في رمضان. خلونا نشوف ويا بعض أجواء شهر رمضان في الدول الإسلامية، وش اللي يميزهم، وش أطباقهم المفضلة في هذا الشهر، وش مشروباتهم، وش العادات والتقاليد عندهم. خلونا نشوف ونستمتع بأجواءهم. طهران في رمضان. ليالي شهر رمضان في إيران تختلف عن الليالي العادية. تتجمع العوائل ويتجمعون الأقارب والأصدقاء في البيوت والأسواق والمقاهي، شاي ومكسرات وشيشة وجيائر وتمر وغيرهم. شهر رمضان وأجواء العبادية، مساجد وأدعية وزيارات وعبادات، أطباق ولا أشهى، أجواء ولا أحلى. حتى في ساعات العمل في الدوائر الحكومية عندهم يحسبون حساب شهر رمضان فيتغير الدوام فيها. خبرنا يا ماجلان عن إيران أكثر في شهر رمضان. ما طلبتون شيء يا حبايب. متوسط ساعات الصيام عندهم، أقصر عدد ساعات الصيام عندهم حوالي 14 ساعة و 58 دقيقة، وأطول عدد ساعات عندهم 15 ساعة و 58 دقيقة. الأجواء الرمضانية مع بداية الشهر الفضيل يحصل الشعب فرصة للاطلاع على عادات وتقاليد القوميات المختلفة في إيران، خصوصاً اللي يرتبط بالأطباق عندهم. هذا التنوع القومي الكبير يفتح المجال في التواصل ما بينهم في شهر رمضان، وطبعاً كل قومية وعدها عاداتها وطريقتها في إحياء هذا الشهر الكريم. وفكرة شهر رمضان في إيران متأصلة بعنوان مشترك، وهو تذكر معاناة المحرومين وتقديم يد العون والمساعدة للمحتاجين. فتشوفهم في هذا الشهر خصوصاً يبدعون في فعالياتهم وفي مساعداتهم وتثقيف الصغير قبل الكبير عن هذا العنوان المشترك. يسمون شهر رمضان بهار قرآن، يعني ربيع القرآن. عندهم لجنة خاصة بالاستهلال يعلنون بداية الشهر ونهاية. الأجواء العبادية على غرار كل الدول الإسلامية، تكتظ المساجد والجوامع بالمصلين، وتقام أيضا معارض القرآن لحفظه وختمه في كل المساجد تقريبا. وعلى اختلاف الإحياء بين المحافظات، مثلا بأصفهان يفطرون الصائمين على دويل مدفعية، وفي مدينتي قم ومشهد باعتبارهم مدينتين دينيتين يغلب عليهم الجو الإيماني أكثر روحانية من بقية المدن الأخرى، والسبب طبعا وجود الأماكن المقدسة فيها. في شيراز، ووالي على شيراز، عندهم تقاليد خاصة بهم. مثلا في آخر جمعة من شهر شعبان يرمون فيه الحجارة على الأرض ويدعون لرب العالمين أنه يغفر ذنوبهم. الشيء المميز في استقبال الإيرانيين لشهر رمضان هو بهجتهم واحتفالاتهم، فتشوفهم هنون بعض ويتبادلون الهدايا والتهاني والتبريكات بينهم، مثلا مبارك مبارك. وهذا الشيء راجع إلى عمق حضاراتهم اللي دائما اهتمت للأمور الروحانية وابداعها في إحياء. من الأمور اللي يقوم بها الشعب الإيراني قبل بداية شهر رمضان إنه يتطوعون لغسل المساجد وتنظيفها وتعطيرها، يتجمعون نسوان في البيوت لختم القرآن في جو بهيج يغمر كرم الضيافة ونشوة الاحتفال. وطبعا الأطفال غير البالغين يصومون صيام يسمونه بالفارسية روزة كلكنشة، صيام رأس العصفورة، وهي عادة ظريفة عشان يدربون الأطفال على الصيام. يصومون نص يوم للظهر ويحتفلون بليالي القدر عندهم، شب قدر أو ليلة الإحياء مثل ما يسمونها. فتشوف حشود من الشعب تتوجه للمساجد والجوامع، يتجمعون بكثافة ما لها نظير، يتضرعون ويوجهون كل قلوبهم أيديهم للدعاء، ويستمر الإحياء عندهم للصبح، لدرجة حتى الحكومة تسمح للموظفين بالتأخر على الدوام في هذه الأيام. سؤالي لكم الحين، لو يخيرونك تحيي شهر رمضان بين هالمدن، تختار أي مدينة وليش؟ اكتب لنا تحت في التعليقات. أطباقهم المفضلة، ماجلان قوم عصب اليوم مدام مو ماجلان مو راضي يقول عن أطباقهم المفضلة. وأقول لكم أطباقهم المفضلة، الله
على الأكل الإيراني، فالأيام العادية وأطباقهم مسكتة، فما بالك مائدة تفطر في شهر رمضان. طبعا عندهم أكلات ثابتة في مائدة الفطور عندهم، وتقريبا بتشوفها طول شهر رمضان. أول هالبامية، وهي تشبه الزلابية التونسية، خليط من اللبن والنشا والطحين والزعفران. بعد وش عندهم يا ماجلنا؟ الله العظيم جعت أنا. عندهم بعد شلة زرد، وهو نوع من الحلويات عبارة عن أرز سكر وماء ورد وزعفران. طبعا هالحلويات مطلوبة خصوصا في شهر رمضان. عادي انك تشوف طوابير في المحلات قبل الفطور عشانها. الإيرانيين يقطعون صيامهم عادة بشاي وجبن وخضرة وشوربة، وبعد ساعة إلى 3 ساعات تأتي الوجبة الرئيسية. هذا الأسلوب يعتبرونه أكثر راحة وصحة للجسم. من وش تتكون وجبتهم الرئيسية؟ تتكون من آش رشدة، وهذا شوربة دسم مليء بأنواع البقوليات والخضروات. آش حليم، وهذه الشوربة اللي تعتبر طبق رئيسي في شهر رمضان. وطبعا ما تخلو موائدهم من الأرز كيلومرغ والسبزة ما أدري وإيش هو، وآش كلمغار وآش كشك وآش دوخ، من أشكالهم مبين عليهم أطباق ما تتفوت. عمرك جرب طبق إيراني؟ وإيش هو؟ اكتب لنا في التعليقات وزيد لي الأوردر وياه. عندهم في قرى إيران سحرات يسمونه تشارجي، يقعد الناس عشان يتسحرون. من الأمور الجميلة إن إيران قرروا إن تكون الجمعة الأخيرة من شهر رمضان للفلسطينيين، أطلقوا عليه اسم روز قدس، يوم القدس العالمي، وهو يوم سنوي عارض احتلال إسرائيل للقدس، ويتم فيه حشد وإقامة المظاهرات. يخرجون الصائمين للشوارع في مسيرات منتظمة منددة بأعمال الاحتلال الإسرائيلي وجرامه، فتشوفهم يجددون في وقوفهم إلى جانب الفلسطينيين في الجمعة الأخيرة، جمعة الوداع. رسالة مهمة من الشعب الإيراني تذكرهم بشكل دائم بالقضية الفلسطينية وتوصلها للعالم، عشان تبقى القضية في قلب كل مسلم. أخذناكم في أحلى البلدان في شهر رمضان، وتعرفنا على أجواءهم وعاداتهم في شهر الله. ادعمونا باللايك والنشر والاشتراك في القناة، وانتظروا ما جلان في رمضان وأجواء جديدة في بلد آخر. وما جلان ما طلع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.